اسمعني شو اسمك؟ أنا قال إنكم لا تجيبوني للمستشفى هذا اللي فيه حريم، أكرمني بعيوني. دكتورة، ونفهم التحديات اللي تواجه، لكن إلى الآن ما في أي مبرر طارئ إن نخصص ميزانية لتمويل المشروع. ما يقدر يقابلك إلا إذا عندك طلب تقدمي. طب أوكي، أعطيني طلب أقدمه. السلام عليكم. طبعاً أغلبكم يعرفوني زين. إذا فزت في الانتخابات راح يكون من أولى أولوياتي التعبيد هالطريق. عاد لا أوصيكم، أحتاج صوتكم. لا والله خاف زوجي يذبحني، بس بشوف وش يقول. أبو مريم وش بسوي؟ كم عاد الحين؟ لازم أقول لأبوي يمكن يفهمها ويعقلها. أبوي مجنون زيها. بس مو مفروض يشوفونك، غط عيونك. صوتوا لي، أنا الدكتورة مريم الصفا. حتى ولا فخر الدنيا إلى حبوبي. ما أبي أسمع. ترى مقطعك انتشر في الوعد والكل قام يتداول. طبعاً في كثير من المواضيع يعني، وأنت كإمرأة أكيد أنها تثير اهتمامك. صحيح، أنا طبيبة و... مثل وضع الحدائق، ملاعب للأطفال. كل هالنسوان اللي جو وشهولة مستمرة، قلت لهم أني أقدر أنجز اللي في راسي. أقول لك ما نبغى نساء، وإحنا منتخبين نساء، المرأة مكانها بالبيت. أنا فخورة فيه في اللي تسوينا. الله يتوب علينا. لو سمحت خليهم يعرفون مع من يتعاملون. أنا مرشحة رسمية ولازم تحترمون المرشحين سواء كانوا رجال ولا نساء. التغيير كلمة كبيرة، والانتخابات هي الطريقة الوحيدة اللي نقدر نعرف فيها أن المجلس بصمت.